حاسس ان انا قاعد مع جدتي وبنعمل فطيره والله العظيم. فطيره مسلم مسلم والحمد لله. والحمد لله الحمد لله. ماما اللي نام انا ماما انتصار 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 انتصار. سلام سلام ماما بعتلك السلام اهو من اذربيجان. ثانك يو فيري ماتش انتصار. احنا دلوقتي موجودين في بدايه جبلة زي ما انتم شايفين كده المنظر. احنا في الغابه حرفيا شايفين، وكميه الامطار فظيعه جدا. لكن التجربه الاستثنائيه اللي احنا هنعملها دلوقتي، طبعا احنا وسط الغابه اهو، لكن هتشوفوا ان في اكواخ موجوده. دي عباره عن زي مطعم بسيط بيبقى موجود في الازاز وبندخل ناكل من جوه. ومين اللي بيعمل الاكل هنا؟ بيعملوا الاكل في الداخل، شايفين بيحطوا هنا العيش، فطائر هنا يعني، فطائر هتتعمل دلوقتي بالجبنه وباللحم وبالسبانخ، هوريكم شكلها دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده هي بتبدا ان هي تجهز الفطائر. يلا العجين هنا ايضا. هتعمل هنا الفطيره بالعسل والجبنه، وفطيره باللحم، وفطيره بالسبانخ. شايفين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم سلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عرفت ماما غير السلام. كيف حالك؟ How are you? How are you? الحمد لله. Very good. Very good. الحمد لله. الحمد لله. زي ما انتم شايفين دلوقتي هي خلصت دلوقتي عمل الفطيرة وقلبتها، وبعد كده هناخدها ونحطها على النار. اوه. شلنا الاطراف كده. حاسس ان انا قاعد مع جدتي وبنعمل فطيره والله العظيم. فطيره فطيره. نعم. واتس يور نيم؟ نيم سيفيل. سيفيل سيفيل. اسمها سيفيل. سيفيل يعني اعتقد دي هتبقى اجمل فطيره ادوقها هنا في اذربيجان، معموله بحب. ماما اللي سلام ديرف تمام. ماما اللي سلام سلام. ماما اللي ماما اللي نيم من مصر. ماما اللي نيم انا ماما انتصار. انتصار انتصار انتصار. سلام سلام. ماما بعتلك السلام اهو من اذربيجان. ثانك يو فيري ماتش انتصار. انتصار انتصار فيكتوري. ازاري مامالار همسوزه سلام دي. من عربستان كده ايه سفر؟ عربستان سفر. نعم. سيفيل عربستان سفر. اوكي اوكي. تبدا دلوقتي تحط العسل على الفطيرة، شايفين؟ عسل. هيبقى جزء منها بالعسل والجزء الثاني هيكون بالجبن. شايفين دي هذا الجبن؟ جبن من أذربيجان. هتاخد كده الجبنة، وبعدين زي ما انتم شايفين دلوقتي هي بتبشر الجبنة على العسل. عسل دي فيري جود. فيري فيري جود. فيري جود. فيري جود. علشان نعمل الفطيرة هنا. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم سلام. أذربيجان مسلم؟ أذربيجان مسلم؟ مسلم. مسلم. مسلم والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شايفين الفطيرة؟ إن شاء الله تبقى زي الفل، والله العظيم تحس الست دي يعني طيبة الدنيا فيها. يلا. مور مور. نو 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 اتس اوكي اتس اوكي. خلاص؟ خلاص. كده هي خلصت الفطيرة، هناخدها على النار. ها يس. يس. يس يس. يلا. يلا. بسم الله. بسم الله. شايفين دلوقتي؟ تحطها هي على النار. نرجع احنا بالشكل ده، شايفين؟ ادي اول فطيرة عملناها هنا على النار. دي فطيرة الجبنة بالعسل في اذربيجان. شايفين دلوقتي الفطيرة على النار تبدأ ان هي تستوي بقى. فطيرة جبنة وعسل، واعتقد ان هي معمولة بكل حب. انت شايفين اصلا الست يعني طيبة جدا سبحان الله. شايفين دلوقتي من كتر العسل والجبنه الموجوده فيها بدات ان هي تطلع بتبص يا جماعه. اما دي فطائر سبانخ
صبانخ ودي فطائر اللحم. لحم. تسلم ايدك. شايفين دلوقتي وهي بتقلب الفطائر الجبن. طبعا العربيات وسط الغابة يا جماعة، احنا وسط الغابة حرفيا، احساس جامد. طبعا الفطائر دلوقتي طلعت وبقت مستوية، فطيرة اللحم وفطيرة السبانخ وفطيرة العسل، وهي بتقطعها لنا دلوقتي. شايفين زي العسل والله جامد. هندوق دلوقتي بس هنروح نقعد في الكوخ ان شاء الله. طبعا الحاجات دي بتبقى تجربة ممتعة، لكن بتبقى اخر يوم كل هدومك بايظة. احساس جامد اصدقائي. طبعا احنا خلصنا تجربة ان احنا نعمل الفطائر وهننطلق نقعد في الكوخ ده، واحد من الاكواخ الموجودة هنا، لكن اللي عجبني اكتر هو الموجود في الاتجاه التاني ده. تعالوا شايفين وسط الغابة، يا الله احساس جامد الصراحة. بس طبعا يعني رب هدومنا ما تكونش باظت بعد التجربة دي. شايفين، وهو ده الكوخ اللي احنا هنقعد فيه. بسم الله. شايفين اجواء جامدة جدا. هنقعد هنا نشرب الشاي، طبعا نصب الشاي كده. بسم الله. شايفين مطر حوالينا من كل اتجاه واحنا قاعدين في كوخ زجاجي. اتفضلوا معايا. طبعا صديقنا جاب الاكل دلوقتي، ادي الفطائر بالعسل والجبن، ودي فطيرة باللحم، ودي فطيرة بالسبانخ. هنقول بسم الله ونجرب بقى الاجواء دي. اصدقائي طبعا احنا خلصنا التجربه دلوقتي وقعدنا في الكوخ بقى علشان تبقى امتع تجربه. احنا وسط الغابه والامطار حوالينا والاشجار، وعملنا السبانخ والفطائر اللي باللحم. كل حاجه هندوق دلوقتي ونقول لكم الراي. شايفين اصلا، تعال اقرب عليها. اعتقد الشكل لذيذ جدا، وهي معموله بكل حب والله، فانا مبسوط جدا بالتجربه دي. بسم الله. لذيذه دي الفطيره الاولى اللي هي بتاعه السبان. تعالوا ندوق دلوقتي اللحم بقى، انا مش عارف اقرم بسبب تقويم. بسم الله. ممتازه. ونشرب شاي وسط اجواء الطبيعه. ودي كانت حلقه جديده مع الخيميائي عن الفطائر في الغابه مع الجده الطيبه جدا دي، واشوفكم في حكايه جديده. سلام. السلام. سلام سلام.